الله أكبر. الطيران المروحي يقصف مدينة اللطاني بالبراميل المتفجرة. الطيران المروحي يقصف مدينة اللطاني بالبراميل المتفجرة والدخان تصاعد. الطيران المروحي يقصف مدينة اللطاني بالبراميل المتفجرة والدخان تصاعد. 2/5/2015. واحد براميل لحد الآن. قصف بالطيران المروحي على مدينة اللطاني بريف حماة الشمالي. 2/1/2015. ولا تزال الطائرة في الأجواء. قد يكون السفينة أو جيش الشباب، قد يكون السفينة منه كمان الله يحميكم.